معكم عبد الرئيس حسن، موقع خدماتweb.com. سوش تدعوا لي وتدعوا لوالدتي ووالدي بالمغفرة والرحمة، ويا رب يا رب يا رب ينصر أهل غزة ويعينهم على اللي هم فيه. هنتكلم النهاردة على حاجة اسمها البول وركر. ايه هو البول وركر؟ هو باترن مشهور جدا في عالم البرمجة، هو موجود في كل اللغات تقريبا، بيقف ممكن تعمل بلغة اللغات، بس احنا النهارده هنطبقه على الجولانج. ايه هو وبيعمل ايه وهكذا. تعالوا ندردش شويه، الدرس يبقى طويل شويه بس هو ادفانسد وهيحل لكم مشاكل كتير انا متاكد. تخيل انا عندي تاسكس، عندي مثلا مليون تاسك، مليون تاسك، تمام. انا عايز اعمل المليون تاسك دول، هعملهم ازاي؟ قدامي حلول كتير في الحقيقه. قدامي نعمل فانكشن، والفانكشن دي يبقى جواها لوب، ونلوب على مليون، تمام. وكل لوب تعمل اللي انت عايزه. يعني تخيل ان الفانكشن دي مثلا بتعمل برنت، فكل لوب هتعمل برنت وتاخد اللوب اللي بعديه وهكذا. طيب ده حل طبعا حلو مفيش مشكله فيه بس طبعا مش هينفع بمليون، يعني لو رقم اقل هيبقى احسن طبعا، بس اللي هو حل ممكن تعمله عادي، يعني مفيش مشكله فيه. بس طبعا مع مليون هياخد رقم، يعني انت مثلا عشان تعمل فانكشن تلوب مليون مره اصلا حتى ما تعملش حاجه بتاخد وقت، تمام. المهم يعني، بس ده ممكن تعمله عادي لو الرقم اقل شويه هتعمله، مثلا لو في لوب 1000 لوب مثلا هتجيبك يعني. طيب في حل تاني؟ اه طبعا في حل تاني، وخصوصا في جولانج. فنعمل جو فانك. الجو فانك دي هنعمل فيها لوب، يعني هنعمل لوب الاول، واللوب دي هيبقى جواها جو فانكشن، شكلها يبقى كونكرنسي فانكشن، تمام. والكونكرنسي فانكشن تروح تشتغل في باك جراوند وتعمل اللي المفروض تعمله. طبعا هيبقى عندي مليون، مليون ايه، كونكرنت فانكشن برضو. طبعا الحل ده من ناحية الميموري في الشلحات، يعني انت غالبا عشان تعمل اصلا، يعني الحل ده هو مشكلته ان هو بيكونسيوم تايم كتير، تمام. يعني هيقعد وقت كتير عشان يخلص، بس عادي ممكن يخلص المليون مفيش مشكله. الحل ده هيبقى لك سيرفر، لان هو هيعمل مليون جو فانكشن، تمام. فغالبا لو اللوجيك اللي جوه الفانكشن بياخد وقت، انت غالبا السيرفر هيقع، هيكراش يعني في الغالب في اغلب الاحيان يعني. وحتى لو عدى مره، المره التانيه هيقع يعني، وخصوصا لو هي حاجه مستمره. يعني مثلا لو اللوب دي بتحصل مثلا كل شهر مثلا ماشي، بس لو هي بتحصل مثلا كل ساعتين او في اتريشن ضيق يكون ما خلصش اللوب اللي قبليها، فغالبا السيرفر هيقع، هيقع يعني. طيب ايه الحل اللي بقى اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، اللي هو اسمه حاجه اسمها بول وركر. وده اكتر حل افيشنت فيه، هو طبعا هيكونسيوم وقت اكتر، بس انت ممكن تسكيل السوليوشن نفسه على ماشينز كتيره، فيبقى الموضوع اكليكابل يعني. طيب ايه البول وركر؟ باختصار جدا جدا، البول وركر هو ان انت بتقول والله انا عندي مثلا مليون تاسك، انا هعمل 1000 وركر. ال1000 وركر دول هيبداوا ياخدوا من المليون 1000 تاسك، واللي يخلص فيهم يروح ياخد تاسك تاني من المليون، تمام. فهنا الحل ده على مستوى الريسورسز هو efficient، يعني هو بيحل المشكله بتاعت الايه، الاخ ده، تمام. ليه؟ لان انا هيبقى عندي دايما 1000 وركر، هيبقى عندي 1000، يعني احنا كده كده هنعمل جو فانكشن في الوركر، هيبقى عندي 1000 جو روتين، تمام. اللي هيخلص فيهم هيقف، تمام، هيتشال من ميموري، هيعملوا ديسك، هيتشال من ميموري وبعد كده يخش واحد تاني مكانه وهكذا، تمام. فانت هيبقى عندك الحل ده efficient ناحيه الميموري يوزج او ريسورسز. طبعا لو انت عندك سكيل اكبر ممكن بقى تسكيل هوريزونتال، تمام. فلما تسكيل هوريزونتال، تمام، هيبقى عندك الكابيلتيز بقى، انت مش تعمل مليون تاسك بس، انت عندك كابيلتي تعمل مليار تاسك عادي، تمام. ليه؟ لان انت كل ما هتعوز تزود هتعمل وركر جديد، وركر نود، وركر نود تبدا تشتغل وتبك وتحل وهكذا، تمام. كلام جميل جدا جدا. طيب باي ذا واي، التطبيقات في الموضوع ده كتير جدا جدا جدا. اشهر الحاجات اللي كل الناس بتستخدمها وبتستخدم الباترن ده هي ماي سيكول.
يعني ماي سيكوال بتفتح الكونكشن، بتعمل ثريد من الاوبريتنج سيستم، وتاخد وتفتح الكونكشن وتبدا تعمل وركرز. الوركرز دي بتعمل الكويريز وترجع الريزلت يعني. فعشان كده ماي سيكوال من الحاجات الافيشنت ناحيه السرعه يعني. المهم يعني ده باختصار الموضوع. تعالوا بقى نطبق الكلام ده على الجولانج، نبدا نطبق الكلام ده. بصوا، هو التطبيق انا متاكد ان هو هيلخبطكم، متاكد ان انت محتاج تعيد الفيديو اكتر من مره عشان تفهم ايه اللي حصل بالظبط، بس انا هحاول على قد ما اقدر اوضح الدنيا بحيث الدنيا ما تبقاش فيها لبس. طيب انا عندي هعمل تايب هنسميه تاسك، وده هيبقى struct تاسك فيها. طيب وهي باي ذا واي يعني، عشان الجولانج عشان تبقى برضو ماشي مع النيم كونفيجن، الكومون نيم كونفيجن، اي ستراكت المفروض يبقى سنجل، مش يبقى مش يبقى يعني بيبولر او جمع يعني، يبقى سنجل. فتاسك عشان هو سنجل لان هو بيبريزنت تاسك واحد يعني، الستراكت ده بيريبريزنت تاسك واحد. تمام. طيب اول حاجه احنا عايزين اي دي، والاي دي ده هيبقى انتجر. ليه لازم اي دي؟ لان انا هبقى عايز في اي لحظه امسح او عايز استوب التاسك دي في لحظه ما. لو انا يعني ده طبعا احنا مش هنعمل ده دلوقتي انه حاجه ادفانسد قوي، بس انت ممكن تحتاج توقف التاسك دي في لحظه ما، فعايز يبقى الاي دي بتاعها معاك. تمام. وهنقول له هنا نيم. نيم دي حاجه مش نيم دي حاجه مش لازم، ملهاش لازمه بصراحه يعني. انت ممكن تعمل الاستراكت ده بالاي دي بس وهيجيبك يعني. بس احنا عاملين نيم ليه؟ عشان نقدر نطبع التاسك دي بتعمل ايه، لان احنا مش هنعمل حاجه في التاسك يعني. التاسك بتاعتنا اصلا هتبقى عباره عن برنت لاين لاين بس كده، فاهم؟ فاحنا عشان كده احنا هنحط نيم عشان نبرنت وخلاص، انما انت ممكن تعمل عادي جدا تاسك بالاي دي بالشكل ده. المهم يعني، طيب تاني حاجه هنعمل هنا كونستنت كونست كونست هنسميه نمبر of tasks. تمام. ده ممكن نقول له مثلا وليكن 100، وهنقول له كونست تاني number of workers. ف number of workers هنقول مثلا 10، هيبقى عندي 100 تاسك، كل تاسك فيها 10 workers، فهتجبنا يعني. طبعا النمبر اوف تاسكس ده انا حاطه في از سامبل، بس هو في الحقيقه مش هيبقى سامبل. في الغالب التاسكس دي هتيجي من ريديس، هتيجي من اس كيو اس، هتيجي من كافكا، هتيجي من رابت ام كيو، هتيجي من حاجات كتير جدا. بس في الاخر ده عشان احنا بس بنشرح. تمام. انما النمبر اوف تاسكس انت غالبا مش هتبقى عارفه يعني. تمام. فانت هيبقى عندك الوركرز نايم يعني ما بتنامش، ودي حاجه من الحاجات خلي بالكوا اللي هي efficient في موضوع الوركرز. ليه؟ لان الوركر بيبقى حاجز مكان في الميموري وهو دايما ستاند باي في الميموري، مجرد ما بتخش تاسك يبدا يبك ويشتغل عليها. بس احنا طبعا احنا دلوقتي مش هنعمل الكلام ده عشان ده مور كومبليكيتد يعني، ده ادفانس سوليوشن او ده في البرودكشن مود، انما احنا عشان احنا بنتست فاحنا بس احنا حاطين رقم بس. تاني الرقم ده نمبر اوف تاسكس دي حاجه مش المفروض تعملها ايدنتيفاي، دي حاجه المفروض انفينيتي ده بتيجي كل شويه يعني. كافكا بيحصل عليه بوش، فانت بتسبسكرايب عليه فبيبعت لك يقول لك في تاسك جديد اهو، انت الوركر هيبدا يشتغل عليه على طول. فدي حاجه بس جاست ايه عشان احنا بس بنتعلم يعني مش اكتر. النمبر اوف وركرز ده انت لازم تكتبه يعني. لازم تحدد الوركرز. طيب النمبر اوف وركرز ده تعمله ازاي؟ على حسب بقى انت الميموري بتاعتك عامله ازاي، وعلى حسب الستريس سيستم اللي انت عامله يعني. انت في الاخر انت هيبقى عندك ماشين فوق، هتبقى عندك ماشين 2 جيجا اوف رام مثلا، فانت لازم تعرف ال 2 جيجا اوف رام بيزد على التاسك بتاعتك هيبقى عندك كام وركر. تمام. وبيزد كمان على اللود يعني. طب انت ممكن عندك ترافيك معين، فانت عايز الماشين توصل للماكسيمم نمبر معين من وكمان بيزد على التايمنج يعني. انت عايز ممكن ايه يعني، ممكن يبقى فيه تاسكس انت مش محتاج تخلص دلوقتي، او انت عارف ان هتاخد وقت، ف ساعتها ممكن تزود الرقم. تمام. لو تاسكس بتخلص بسرعه انت مش هيفرق معاك الرقم قوي. تمام. بس في الاخر في الاول انت لازم الرقم ده لازم تقعد تفهم هو المفروض يتحط كام. ف10 دي جاست تيست. تمام. يعني مثلا لو انت بتعمل تاسك هيفي، تعمل حاجه هيفي جدا في ما ينفعش الرقم ده يبقى كبير، لان لو رقم كبير هو غالبا هيوقع لك الدنيا. تمام.
انما الحاجه بتخلص بسرعه، حاجه انت مش فارق معاك الوقت فيها، قشطه يعني. الرقم ده لو كبير مش هيحصل لك مشكله يعني. فتاني انت الرقم ده لازم تحدده بيز على الكيس بتاعتك اللي انت هتعمل فيها الكوست بتاعتك. تعال نشوف بس الامبلمنتيشن بتاع الراجل ده بيحصل فيه ايه بالظبط. احنا محتاجين تو فانكشنز مهمين جدا جدا. واحده اسمها ستارت worker، مش عارف ليه بكتب دي دايما worker pool. تمام، ايه start worker pool؟ start worker pool دي function هتبدا تعمل ال workers بتاعتي، تبدا تنشئ ال pool بتاعي. تمام، وتاني واحده هنسميها worker. ال worker دي ايه؟ ال worker دي ال implementation بتاعتك، يعني انت في الاخر انت عندك تاسك، التاسك دي احنا قلنا هنعمل فيها ايه؟ هنطبع اللاين. فالوركر دي هي التاسك اللي هتطبع اللاين، او الفانكشن اللي هتعمل هتطبع اللاين بس. فانت عندك تو فانكشنز سيمبل جدا. اول حاجه واحده بتكريت البول تعمل الوركرز، ثانيه بتمبلمنت انت عايز تعمل ايه بقى في الوركر، يعني الوركر ده هيعمل ايه بالظبط، او التاسك بتاعتك ايه بالاخر. طيب هنبدا نعمل الفانكشن الاولانيه اللي هي ستارت وركر بول. تعال ناخدها كوبي عشان ما نقعدش نكتبها تاني. function start worker pool دي هتاخد ال number of workers، لان هي اللي بتنشئ ال workers زي ما اتفقنا، هي بتنشئ ال workers بتاعتنا. فاحنا محتاجين نبص لها احنا عايزين نعمل كام worker. طبعا ده هيبقى integer لان احنا عاملينه هنا integer. تمام، ممكن هنا نقول هنا int عشان برضه make sense بالنسبه لكم int. طيب تمام، تاني حاجه هتاخد التاسكس بقى، او هتاخد التاسكس كلها، فاهم؟ احنا المفروض هنعمل تاسكس ونبعتها لها يعني. طب فوت تاخد التاسكس هنخليها تاسكس مش تاسكس، لان هي هناخد كميه كبيره من التاسكس. ودي هتبقى تشين. طبعا هنشرح كل حاجه بس بعد ما نخلص يعني. وفي الاخر هتاخد ال WG، وده عباره عن ريفرنس لل السينك اويت جروب. تاني مش عايز كنت تقلقوا بس من المسميات دي، هنتكلم عليها دلوقتي بس يعني ايه، هيخلص الاول الامبلمنتيشن. طيب اول حاجه نعمل ايه؟ نعمل فور لو بعديها خالص. تمام، هتلوب على عدد الوركرز بتاعتنا. انت عايز تعمل كام وركر يا حبيبي؟ انا عايز اعمل 10 هنا في الكيس بتاعتنا، فانا هلوب 10 مرات. تمام، طيب ال 10 مرات دول سيمبلي هيحصل فيهم ايه؟ اول حاجه هاد في الويت جروب واحد، عشان الويت جروب يعرف ان في تاسك هنا اتضافت. تمام، وبعدين هشغل الفانكشن بتاعت الوركر. بس احنا قلنا ان في فانكشن تانية اسمها وركر، اللي هي دي اللي هي هتعمل التاسك اصلا. تمام، دي لسه هنعملها، فهي هتشغل الفانكشن اسمها وركر. وركر دي سيمبلي عايزه ايه؟ هي عايزه الاي دي بتاع الوركر، والاي دي بتاع الوركر ده في حالتنا هيبقى عباره عن الرقم ده اللي هو الايتريشن بتاعنا اللي هو الاي. وهتاخد التاسكس وهتاخد الويت جروب. اوكي، هنبدا نعمل الفانكشن بتاعت الوركر. هي فانكشن بسيطه جدا جدا، فانك وركر. مش عارف انا بكتب دي بدل الكي ليه، بقى كي جنبيها رغم ان الزرارين بعاد عن بعض يعني. المهم دي هتاخد الاي دي بتاع الوركر، وده هيبقى انتجر، وهتاخد التاسكس اللي هي التاسك بتاعتنا. ممكن ناخد دي بقى كوبي بيست لما نقعد ايه نكتبها. هدي كده يا حبيبي، حطها هنا بابا. يلا اتفضل اتفضل اتفضل، خش برجلك اليمين. طيب تمام، بعدين هنا هنقول هنا ديفير ويت جروب دون، يعني لما تخلص الفانكشن دي اعمل لي الويت جروب دون. تمام، طبعا هنشرح الحته دي برضه عشان الحته دي كريتيكال لازم تفهم. طيب وبعد كده نروح على التاسكس. نروح هنا فور رينج تاسكس، وهنقول له تاسك. اوكي، هنبدا نقول هنا بقى ايه، اف ام تي دوت برنت برنت اف، اكتبها برنت اف. طيب هنا
worker برضه دي worker نحط رقم ال worker نفسه تمام اللي هو ال ID بتاعه. بعد كده قلنا processing task اللي هو بيشغل التاسك. المفروض نحط هنا ال ID بتاع التاسك برضه ال D. بعد كده هنحط هنا النيم بتاع التاسك، فهنا اقول انا اس لان ده سترينج. وبعد كده نحط سلاش لاين لانه طبعا هنا مش هيحط مش هيبرنت لاين جديد يعني. طيب هنحط هنا الاي دي وهنا هنا ال التاسك تاسك دوت اي دي وبعد كده التاسك دوت نيم. اوكي وبعد كده هنقول هنا استنى شوية، هنقول هنا sleep اوكي time sleep second time dot second. اوكي طبعا احنا هنقعد نشرح لسه محدش يقلق، احنا عارفين ان جريت شوية بس احنا ان شاء الله هنشرح لكم نقطة نقطة. طيب اول حاجة محتاجين نعملها هنا نعمل tasks، نعمل tasks تاسكس. التاسكس دي هتبقى عبارة عن channel، هقول لكم ليه channel specific، يعني هتاخد ال chain وهتبقى عبارة عن task وهتاخد ال number of tasks. اوكي لان عايز اعمل channel العدد بتاعها اللي هو العدد بتاع ال number of tasks او size بتاعها يعني. طيب بعد كده اقول هنا for، هبدأ اعرف ال with group for wg sync ويت جروب. اوكي طيب وبعد كده نبدا نعمل هنا لوب عاديه فور اي اوكي وهتبقى عباره عن النمبر اوف تاكس بتاعتي. واقول هنا التاسك تاسكس عذرا تاسكس اللي هو البارامتر ده يعني ده تشانل هدخل فيه داتا بقى، هدخل فيه الداتا اللي هي بتاعت التاسك بتاعتي. هقول له بس بعد اذنك الاي دي بتاعك اللي هو الاي و النيم نقول هنا اف ام تي عذر اف ام تي دوت برنت اس برنت اس برنت اف عذر. بعد كده هنا التاسك تاني محدش يقلق لسه هنشرح كل حاجة دي. وبعد كده نقول هنا الاي اوكي عشان بس يكتب التاسك، يبقى النيم بتاع التاسك تاسك داش الاي دي بتاعها تمام. وبعد كده بعد ما نخلص خلاص هنقول لنا كلوز نبدا نقفل الشانل دبليو جي. هنبدا نقول لنا بقى يا معلم ايه دبليو جي دوت ويت عذر دبليو جي ايه احنا الهزر تاسك هنقفل الشانل بتاع تاسك اسف. وبعد كده في الاخر هنا اف ام تي دوت برنت ال ان هنا اول تاسكس has been done. طيب نرن اول وبعد كده نشوف ايه اللي يحصل عشان بس تبقى الدنيا واضحه. all tasks has been done طبعا المفروض ما تبقاش كده. هقول لك ليه احنا عبقريه فاز، احنا المفروض نشغل الفانكشن دي اصلا ما شغلناش ذكي. الفانكشن دي هتاخد التاسكس اوكي وتاخد الـ number of workers number of workers و tasks وهتاخد الـ wg برضه تاخد الـ reference صح مش الـ value زي ما انت شايفين كده. اول ما يوصل 100 هيبدأ يقف خلاص مفيش مشكلة خالص. طبعا هو خلي بالك هو مش بطيء، هو بس الفكرة كلها ان احنا قايلين له استنى ثانية تمام يعني احنا لو شلنا دي الموضوع هيبقى سريع جدا يعني. خلص خلص هو طبعا مش مترتب صح يعني الموضوع مش مترتب صح، هتلاقي الارقام مختلفة بس هو literally خلص تمام. فاحنا بس ايه مدين له هنا عشان يبقى الموضوع مترتب وجاي في المظبوط يعني. طيب ايه اللي حصل بقى؟ واحدة واحدة احنا عملنا ايه؟ احنا كريتنا channel، channel دي size بتاعها number of tasks تمام. وعملنا async with group. ليه عملنا async with group؟ عشان اعمل زي مكان احط فيه ال workers بتوعي، ولما ال worker يخلص
التاسك بتاعته يتشال من المكان ده، تمام؟ فانا ابقى عارف في كام وركر شغال وهشيله واحط مين زي، تمام؟ فالويت جروب دي بتستنى لما الوركر يخلص وبعد كده تشيله من القصه. وبعد كده عملت ستارت وركر بول. ستارت وركر بول دي معناه ايه؟ ان انا عملت بقى الايه الريسورسز اللي تبدا تاخد تاسكات. يعني لحد هنا يعني الجزء ده كده، من غير الجزء ده انت هنا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل الريسورسز، يعني نبدا ننشئ الوركرز اللي هبدا ابعت لها التاسكات. يعني لحد السطر ده انا بعمل وركرز بس، انا بعمل وركرز وابدا اقول ار انا محتاج كام وركر ومش عارف ايه وبتاع. يعني لو فتحنا دي الفانكشن دي بتعمل ايه اصلا؟ الفانكشن دي باختصار بعت لها رقم الوركرز او عندي ازاي اعمل كام وركر، تمام؟ وببعت لها التاسكس او ببعت لها التشانل بتاع التاسكس. هي التشانل بتاع التاسكس لسه فاضيه، يعني دي فاضيه، انا بعمل هنا تشانل فاضيه ما فيهاش اي حاجه، بس بديها السايز بتاعها اللي هو ايه النمبر اوف تاسكس. يعني عايز اعمل سايز 100 تاسك، تمام؟ وببعت لها السينك ويت جروب عشان لما احط اشغل الوركر احطه في الجروب او الويت جروب ده. فهو بيلوب على النمبر اوف وركرز وبيحط كل وركر في الجروب. انا حاطط هنا واحد ليه؟ لاني باختصار انا كل مره بلوب هنا بنشئ وركر وبحطه في الويت جروب، بعد كده بشغل الوركر بتاعي، تمام؟ طيب الوركر ده بيعمل ايه؟ الوركر ده باختصار لو في تاسك، يعني خلي بالكو هو كل ده مش هيشتغل، يعني كل ده ما بيشتغلش غير لو جاله تاسك. هو بيتنشئ بس ما فيش حاجه بتتبعت له، ما بيشتغلش غير لما حاجه تتبعت له في الاخر، يعني بيستنى لحد ما حاجه تتبعت له وبعد كده يشتغل. هوب يلا بينا، تمام؟ طيب ده بيعمل ايه؟ اول سطر انا بقول له بعد اذنك لما تخلص، تمام، اعمل الويت جروب ده او اعمل اعمل الوركر ده دان من خلال الويت جروب. طبعا انت خلي بالكم احنا شارحين الويت جروب بشكل مفصل على الشانل، ممكن ترجعوا للتاسك للفيديو بتاعها، لان هي محتاجه بس ايه تريكي، يعني هي محتاج تفهمها اكتر، تمام؟ وبعد كده بعمل ايه هنا؟ كل ما بعمل ايه هنا باخد التاسكس بتاعتي، تمام، وابدا اطبعها بقى، اطبع القصه بتاعتي، اطبعها والله اعمل اللي انا عايزه هنا، فاهم؟ على التاسكس. طيب انا لحد هنا زي ما قلنا احنا بس بننشئ ال workers، ما عندناش اي حاجه. طيب تعالوا نكومنت الجزء ده. طيب الجزء ده ايه؟ الجزء ده مش مهم، خلي بالكم، يعني الجزء ده مش مهم في البرودكشن مود، انت محتاج تغير الجزء ده بالاخر. هو مش مهم، هو محتاج تغيره، احنا عاملينه بالشكل ده لان احنا بس بنتست. الجزء ده مهمته ايه؟ الجزء ده مهمته ان هو يلوب على النمبر اوف تاسكس، يعني يلوب على 100 تاسك، تمام، ويبدا يبعت للشانل دي، يعني الشانل دي فاضيه، تمام، يقول له هتشتغل او الجزء ده هيشتغل لما نبعت له. فانا هنا ببدا ابعت له بقول له والله العظيم انا عندي تاسك الاي دي بتاعها اي وادي الايه النيم بتاعها. فمجرد ما الفانكشن او التشانل دي اتبعت لها جواها التاسك بتاعتي تبدا بقى تشتغل، يبدا كل الكلام اللي فوق ده يبدا يشتغل. طيب بعد كده بعمل ايه هنا؟ بعد ما بخلص بقى في التشانل. ليه بقى في التشانل؟ عشان الريسورسز، تمام. وبعد كده هنا بقول له هنا ايه ويت جروب. يعني ايه ويت جروب؟ يعني او الويت جروب اصلا الويت جروب دوت ويت، يعني ايه؟ يعني بقول له بعد اذنك استنى لحد ما كل حاجه في الويت جروب ده تخلص، تمام. عشان كده احنا هنا ايه بنضيف في الويت جروب، ولما بنخلص بنقول له ايه دان، تمام. فطالما الويت جروب دي كلها كل مره فيها تاسك هو مش هيقفل، هيستنى هنا، تمام. طيب وفي الطبيعي برضو دي برضو المفروض، يعني في الابلكيشن الطبيعي دي المفروض مش موجوده، تمام، او الكونسيبت بتاع الويت جروب ده بشكل عام مش موجود. انت هيبقى عندك فور لوب، اوبن فور لوب او انفنت فور لوب، بتروح دايما تبك وتخلص لو مفيش حاجه بتفضل شغاله. يعني وبعد كده في الاخر بطبع انا بقول له انا خلصت، خلاص تمام، احلى مسا عليك، يعني خلصت، تمام. طيب يعني انا عارف ان الموضوع يلخبط، تمام، بس هو ميك سنس، هو الموضوع مش كبير. وطبعا اللي احنا عملناه ده البيزكس. طبعا ما ينفعش تطلع برودكشن بكود شبه ده، انت محتاج تمنتين في كتير، ومحتاج طبعا على حسب الامبلمنتيشن، لان احنا الحتت دي فيها حاجات كتير. يعني ممكن تتكلم مع كافكا، ممكن تتكلم مع ريدس، ممكن تتكلم مع مانجو، ممكن تتكلم مع ماي سيكوال، ممكن تتكلم مع بوستجريس، ممكن تتكلم مع حاجات كتير جدا جدا في النقطه دي، او هتعمل افكار كتير جدا جدا. فده البيزك، بس محتاج منتين كتير، محتاج انك تقعد تجرب كتير، محتاج تجرب تعمل ستريس تيست، تعمل كل انواع التست، تمام. لان الحاجات دي خلي بالك لو بتكيش بتبقى قصه كبيره يعني. ومحتاج طبعا تعمل ريتراي ميكانيزم، لان احنا ما فيش ريتراي ميكانيزم. احنا هنا لو التاسك جات لك واي سبب ما دي خيشت،
ما لازم تعمل ريتراي، هنا مفيش ريتراي ميكانيزم، خلي بالك دي نقطة مهمة جدا جدا. فلازم يكون في ريتراي ميكانيزم، والريتراي ميكانيزم ده ممكن تكون ليه ستيت معينة، يبدأ من ستيت يعني في كذا ستيت، وتبدأ من ستيت معينة تسيب الستيت بتاعت الحتة اللي انت واقف فيها، بحيث ان انت تبدأ من الحتة دي مرة تانية، ما تبدأش من الأول. فده جاست بيزك ايديا، احنا بنتكلم في ده بيزك، فيري بيزك ايديا، فيها محتاجة انهانسمنت كتير جدا جدا. تمام، بس اتمنى يكون الموضوع بسيط وسلس. طبعا لو في مشكلة ارجع للفيديو مرة تانية، يعني الفيديو زي ده محتاج تذاكره 3 4 مرات عشان تفهم كل حاجة بالظبط. بس لو في مشكلة ممكن تكتبولي في كومنت. يلا سلام.